الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتناول بالدراسة كتاب أصول الإيمان، وكنا نتناول الركن الخامس من أركان الإيمان والإيمان باليوم الآخر. المرة الماضية تكلمنا عن القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، أدلة ذلك من الشرع ومن العقل. تكلمنا عن البعث وأدلة البعث، تكلمنا عن الحشر العباد وكيف يحشر العباد يوم القيامة. ما احنا كده وصلنا إلى خلاص، عدينا البرزخ وانتقلنا إلى البعث، وتكلمنا عنه ازاي يبعث العباد وأدلة ذلك، وتكلمنا عن حشر العباد إلى الله سبحانه وتعالى سواء المؤمنين أو الكافرين، كيف يحشر هؤلاء وهؤلاء. وبعد كده النهاردة بقى هنبتدي نتكلم عن باقي المشاهد التي تحصل يوم القيامة، ونحاول النهاردة يكون آخر درس في الإيمان باليوم الآخر. بيقول لنا هنا المطلب الرابع الحوض. الحوض هو جاب الحوض هنا لأنه الله تعالى أعلم الحوض يكون في أرض المحشر. الحوض يكون في أرض المحشر، والناس بتطلع يوم القيامة يبعثون يعني عطاشة كلهم، فيردون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام ليشربوا منه. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حق، نؤمن بذلك، هو حوض حقيقي له ماء يشرب منه الناس. وجاءت في ذلك أحاديث وصفت هذا الحوض الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول هو حوض، هو مورد عظيم أعطاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يرده هو وأمته عليه الصلاة والسلام. جاء وصفه في النصوص أنه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج، أحلى من العسل، أطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. من أين يأتي ماء؟ يأتي ماء من الجنة، بل من الكوثر، وهو نهر النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. إن أعطيناك الكوثر. له ميزابان، حاجتين يعني مصدرين للماء يأتون من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، آنية مثل عدد نجوم السماء. ورد ذلك في أحاديث، يقول أحاديث متواترة وردت عن أكثر من 30 صحابي، كلام فقط عن الحوض عن أكثر من 30 صحابي، منها حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني طوله زي عرض، ده مسيرة شهر وده مسيرة شهر. تخيل بقى الحجم دي، يعني إنسان ياخده من أوله لآخره شهر يمشي، أو إنسان مشى شهر كم يقطع من المسافة، مسافة بلا شك هائلة. هذا يعني حجم حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أو طوله وعرضه مسيرة شهر ومسيرة شهر. ماؤه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. يقول: الحوض يكون في أرض المحشر، يمد ماؤه من الكوثر، هو نهر أعطاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال: إن أعطيناك الكوثر. جاء في الحديث قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: ما الكوثر؟ قال: نهر أعطانيه الله تعالى. هو نهر اللي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط في الجنة، يعني وإنما يشرب الناس منه إذا وردوا على الحوض فقط، إذا وردوا على الحوض فقط. فدوت اعتقادنا في الإيه؟ في الحوض. طيب هذا الحوض متى، أين يكون؟ هو ذكر لنا هنا أنه بيكون في أرض المحشر. طب ما موضعه من أحداث يوم القيامة؟ اختلفوا في موضعه يوم القيامة، والله أعلم. هو هنا بيرجح إنه قبل الميزان وقبل الصراط، قبل الميزان وقبل الإيه؟ وقبل الصراط. فبيقول هنا هل هو بعد الميزان أم قبل الميزان؟ فيه خلاف، بعض قال إنه بعد الميزان، والبعض قال إنه بعد الصراط، والبعض قال لا هو قبل الميزان وقبل الصراط،
هو هنا بيختار الاختيار دوت ان الحوض في ارض المحشر، يعني هو قريب من بعث الناس، يكون قبل الميزان وقبل الصراط. بيقول ويرجح ذلك الامام القرطبي وقال المعنى يقتضي، لان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. بيقول ده منطقي ان هو يكون قريب من البعث والحشر، لان الناس بيبعثوا عطاشا، فمناسب ان هم اول حاجه يقبلوها الايه الحوض، تكون مناسب ان هم يلقوا الحوض في الايه في البدايه. يبقى دوت ايه الكلام على الحوض. طبعا يرد حوض النبي عليه الصلاه والسلام، امه النبي عليه الصلاه والسلام من كانوا على هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فقد ورد في الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام يصف حال هذا الحوض، قال صلى الله عليه وسلم: انا فرتكم على الحوض. الفرت اللي هو السابق، يعني انا سابقكم الى الحوض. ولا يرفعن الي ولا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت اليهم لاناولهم اختلجوا دوني، يعني اخذوا بسرعه، الملائكه اخذتهم بسرعه قبل ما ناولهم الميه، فاقول اي ربي اصحابي، فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انك لا تدري ما احدثوا بعدك. ورد في ذلك احاديث، منها قول النبي عليه الصلاه والسلام: ترد علي امتي الحوض وانا ازود الناس عنه كما يزود الرجل ابل الرجل عن ابله. قال: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيمة ليست لاحد غيركم، تردون غرا محجلين من اثر الوضوء. هو بيعرف الامه ازاي؟ بيعرفها من اثار الوضوء، الغر اللي هو عنده ايه؟ عنده علامه هنا، المحجل اللي هو عنده علامه في القوائم بتاعته، يعني في بالنسبه للانسان تبقى ايده ايه؟ ورجليه، يبقى هنا ايديه بيضة ورجليه بيضة وجبهته بيضاء مميزه، ده من اثر الايه؟ الوضوء، انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اثار الوضوء. قال: تردون علي غرا محجلين، بعرفكم من اثر الايه؟ الوضوء. فالعلامه دي يعرف منها النبي عليه الصلاه والسلام مين اللي من امته ومين اللي مش من امته. قال: ولا يصدن عني طائفه منكم فلا يصلون، فاقول: يا رب هؤلاء من اصحابي، فيجيء ملك فيقول: وهل تدري ما احدثوا بعدك؟ هل تدري ما احدثوا بعدك؟ في دليل على ان هناك من امه النبي عليه الصلاه والسلام من يرد عن الحوض، ومنهم هؤلاء، منهم ناس كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا الأعراب اللي هم يعني كانوا في الجملة ممن رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، ممن صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت صحبة ليست بالطويلة، لكن منهم من كان منافقا في عهد عليه الصلاة والسلام، منهم من ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من وقع في يعني الظلم والبدع وغير ذلك. فدول المقصود، وليس طبعا المقصود أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المقربين، ولا من لهم شرف الصحبة الطويلة المذكورين في الأحاديث. الله الله في أصحابي، لا تسبوهم، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإما المقصود بالأحاديث ديت اللي هم ضعاف الإيمان جدا اللي كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، زي الأعراب وغيرهم اللي هم فيهم ناس كتير ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أو المقصود من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو حتى لم عرفهم عرفهم بالآثار، فلو هو كان شايفهم كان عارفهم أصلا بشكلهم، لكن في ناس ما شافهمش إنما هيعرفهم بالإيه؟ بالآثار. طب دول تردوا ليه عن الحوض؟ قالوا: ردوا لأنهم وقعوا في البدعة. لذلك قالوا أشد الناس ردا عن هذا الحوض هم أشد الناس بدعا في الدين، وعلى رأس ذلك الروافض بكل فرقهم، الشيعة بكل فرقهم، الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويسفكون دماء المسلمين ويستحلون دماء المسلمين، هم أخطر فرق، أخطر أهل البدع على أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم أنهم كلاب أهل النار، وقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يدعون أهل الأوثان. فالخوارج، الشيعة، المعتزلة، هذه الفرق التي ضلت وأحدثت إيذاء شديد للمسلمين، سواء في دنياهم أو في دمائهم أو في عقيدتهم أو شوهت صورة الإسلام، هؤلاء أولى الناس بالطرد
عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحذر أن يكون مبتدع. طب إزاي يعرف الإنسان هو مش مبتدع؟ يدرس العقيدة السليمة على منهج أهل السنة والجماعة، يدرس العقيدة التي تنجيه يوم القيامة. فإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. طب كيف تعرف أنت ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ تدرس ذلك، تتعلم ثم تعمل. ليس الشأن في التعلم فقط، إنما في العمل. تعمل بما تعلمت من هدي الصحابة الكرام، فتسلم يوم القيامة، تكون ممن يريدون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى. دول يتردوا. ومن ذلك أيضا كما يقول الإمام القرطبي: كذلك يرد عن الحوض الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهل الحق وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وأهل الزيغ والأهواء والبدع. الإنسان يحذر أن يكون أحد هذه الأصناف: ظلم شديد، مجاهرة بالكبائر، وقوع في بدع وأهواء ومنكرات، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى دوت الإيه؟ دوت إيماننا بحوض النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده بينتقل بينا إلى المطلب الخامس: الميزان. الميزان متى يكون الميزان؟ الميزان يكون بعد الحساب. يعني هناك الأول في الموقف، الناس تجتمع في الموقف، يأتون إلى الأنبياء للمطالبة بالفصل بين العباد، لأنهم بقالهم واقفين 50,000 سنة في هذا الوضع، والشمس دنت من الرؤوس قدر ميل، والوضع صعب، والناس وصلت يعني يقفون في عرقهم، فمن يقف في عرقه وبلغ عرقه يعني كعبيه، ومن بلغ عرقه ركبتيه، ومن بلغ عرقه وسطه، ومن بلغ العرق إلى ترقوته، يعني ومنهم من لجمه العرق إلجاما. تخيل الناس واقفين كده 50,000 سنة. يأتون إلى الأنبياء فيطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله تعالى ليفض الموقف، وكلهم يعتذر يقول نفسي، حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، ثم يأذن الله تعالى بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الفصل بين العباد، ويبدأ الحساب. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيبدأ الحساب، محاسبة الناس بينهم وبين الله جل في علاه، ثم بعد ذلك الميزان، لأن الميزان هو نتيجة للحساب. فوالله تعالى أعلم، الميزان يكون بعد هذا، بعد قضية الحساب. يقول الإمام القرطبي: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. أنا حاسبك الأول بعد كده أوزن. فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار هذه المقادير ليكون الجزاء بحسبها. يبقى في محاسبة وبعد كده ميزان، بعد كده جزاء. محاسبة، ميزان، جزاء. فالمحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار هذه المقادير على هيئات، ثم بعد ذلك يكون الإيه؟ يكون الجزاء. طيب كيف نؤمن بالميزان إيمانا صحيحا؟ المسألة الأولى: هل الميزان هو ميزان حقيقي أم هو كناية عن العدل؟ لأن بعض قال هذا الكلام، وهذا كلام بلا شك ضلال مبين. الذين أنكروا الميزان قالوا لا يوجد ميزان، إنما هو كناية عن الإيه؟ عن العدل وعدم الظلم. والميزان يأتي في اللغة بالمعنى ده فعلا، بمعنى العدل. قال: والسماء رفعها ووضع الإيه؟ الميزان ألا تطغوا في الميزان، صح؟ وكما قال: لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزلنا الميزان ليقوم الناس بالإيه؟ بالقسط. المقصود الإيه؟ العدل. فيأتي في اللغة الميزان فعلا بمعنى العدل، لكن هل الأحاديث اقتصرت على سكر الميزان، ولا ذكرت وصفه وحالته فعلا فيه أشياء بتوضع فيه؟ فلما جاءت الأحاديث بينت أن في أشياء بتوضع فيه، وأنه يعني يرجح ومش عارف إيه، فتبين بذلك أنه لا، مش الميزان هنا بمعنى العدل،
إنما الميزان هو ميزان حقيقي، له كفتين وله لسان، ميزان حقيقي. كما قال الحسن لما ذكر عنده الميزان قال له كفتان ولسان، زي الميزان بالضبط، في كده في النص فيصل وفي كفة يمين وكفة على اليسار. توضع عليه الأعمال ويوزن كما ثقيل الذر في هذا الميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، دي من الأحاديث اللي تبين الميزان ميزان حقيقي. قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام سقي ابن مسعود لما سخر منها الصحابة الكرام، عشان هو سقيه دقيقة، كانت مسعود دقيق كله هو كان صغير كده، فكانت إذا هبت الريح تكفأه، يعني ممكن لو ريح جامدة شوية يقع بسبب الايه، بسبب الريح القوية. في نفس الوقت كان لأنه خفيف كان بيتسلق النخل بسرعة قوي، فكان الصحابة لما يطلع النخل بسرعة يضحكوا عليه إنه سريع جدا خفيف جدا، فكانوا يضحكون إذا تسلق عبد الله بن مسعود الايه النخل. فمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك لدقة ساقي ابن أم عبد، كانت كنية ابن مسعود رضي الله عنه. فقال أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، من جبل أحد. ده رجلين ابن مسعود، مال بقى صدره كيف؟ وزن صدره ده بقى قد ايه؟ طب وزن دماغه ديت وما حوت من السمع والبصر والعقل وهذه الإدراكات والعلم الذي يحويه صدره، قلبه بقى يوزن قد ايه ابن مسعود في الميزان؟ إذا كان دوت الساقين بس الدقيقتين وصلوا إن هم مثل جبل أحد في الميزان، هنيئا لابن مسعود مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. الخلاصة يعني أن ديت أدلة دلت على أن الميزان حق. مسألة فرعية يمكن هو ما ذكرهاش هنا، لكن تصار، هل هو ميزان واحد ولا هي موازين؟ ولا هي موازين؟ طب اللي قال موازين، قال موازين ليه؟ قال لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهل الميزان ميزان واحد ولا عدة موازين؟ الموازين يعني في ميزان، مثلا قالوا بعض قال في ميزان لأعمال الجوارح وميزان لأعمال القلوب وميزان اللي معرفش، وقعدوا ايه يحاولوا يستنتجوا اللي قال موازين اصلا. واللي قال ميزان واحد قال خلاص هو ميزان واحد توضع فيه كل الاعمال، وده الاقرب والله تعالى اعلم. طب قوله تعالى ونضع الموازين، مش المقصود ان الموازين اللي هو الميزان نفسه، الموازين اللي هي ايه الحاجات اللي هتوضع في الميزان، فانما ذكر الموازين جمع لكثرة ما يوزن مش لكثرة الموازين، الموازين نفسها كثرة ما يوزن، نضع الموازين فالحاجات اللي بتوزن هي اللي هي اللي هتوضع. فالله اعلم هو ميزان واحد، ميزان واحد، لكن لكثرة ما يوزن فيه ربنا ذكر ايه، قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والله تعالى اعلم. بعد كده هنا بيقول لنا المسألة اللي بعد كده، ما الذي يوزن اصلا؟ لان هذه المسألة اختلف فيها للعلم على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الذي يوزن العمل نفسه، ثواب العمل يعني. القول الثاني أن الذي يوزن صحيفة العمل. القول الثالث أن الذي يوزن العامل نفسه، الشخص نفسه هو اللي بيوزن. وكل واحد من الثلاثة جاب أدلة، جايب أدلة. أما اللي قال أن اللي بيوزن العمل نفسه فاستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، قال لك يبقى العمل نفسه هو اللي بيوزن. واللي قال ان الصحيفه هي اللي بتوزن استدل بحديث البطاقه اللي هنقوله دلوقتي، واللي استدل واللي قال ان العامل نفسه هو اللي بيوزن استدل بحديث ابن مسعود اللي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام لهما في الميزان اثقل من جبل احد. لكن اختلاف العلماء في الحقيقه هو ما فيهوش تعارض علشان نقول ان هو خلاف. طب ازاي نجمع بين الاقوال دي كلها؟ نجمع بينهم ببساطة لأن هم أصلا ما فهمش تعارض. إمتى أحتاج أرجح قول على قول؟ لما يبقى فيه
تعارض صح، لكن ما فيش تعارض أعمل إيه؟ أجمع كل الأقوال لأن ما فيش تعارض. فالراجح والله تعالى أعلم زي ما جاب هنا في الكتاب إن التلاتة بيتوزنوا، طالما الدليل دل على ده ودل على ده ودل على ده، ليه أحتاج أرجح أقول يا ده يا ده يا ده؟ ثم التلاتة إيه المانع إن التلاتة يوزنوا ويكون ده من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى؟ فيبقى الراجح والله أعلم أن الذي يوزن العمل وصحيفة العمل والعامل نفسه. وزي ما قلنا أما العمل فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. طيب إزاي هم في بعض الناس اللي أنكروا الميزان طبعا من أهل البدعة قالوا يعني إيه العمل يوزن؟ العمل ده مش حاجة عشان توزن. نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل لهذه الأعمال أشكال وأحجام يوم القيامة على قدر الثواب اللي اتاخد فيها. وقد دلت أدلة على أن هناك أنواع من الثواب تتجسد يوم القيامة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كغيايتان أو كفرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. هل المقصود هنا البقرة وآل عمران اللي هو كلام الله؟ لا طبعا ليس المقصود كلام الله، وإلا فكلام الله صفة من صفاته لا يمكن أن يتجسد فيه هيئة ولا أشكال، إنما المقصود هنا بالإيه؟ الأجر الثواب العمل نفسه، قراءة البقرة وآل عمران حفظ البقرة وآل عمران اللي هو الثواب هو اللي يأتي على الصورة ديت. أما كلام الله نفسه فلا يتجسد كلام الله لأنه صفة من صفاته. فالمقصود أنهما يأتيان يعني يأتي الثواب بتاعهم، يأتي الأجر بتاعهم، يأتي العمل دوت يوم القيامة كأنه غمامة يعني السحابة أو سحاب الطير أو السحابة أو غمامتان أو غيايتان كما جاء في الأحاديث. إذن في أدلة دلت أن في أنواع من الأعمال تأتي يوم القيامة على هيئات، ما فيش مانع أن عمل زي سبحان الله وبحمده يتحول يوم القيامة إلى شكل وإلى جسم وإلى وزن، ويكون وزن الجسم دوت على قدر الإيه؟ الثواب اللي انت خدته في العمل. فواحد بيقول سبحان الله وبحمده ومش مركز وقلبه مش حاضر، غير واحد بيقول وقلبه حاضر، غير واحد بيقول وبكى وخشع، غير واحد يعني المسألة إيه؟ هتتفاوت. واحد ألف في مصر غير واحد ألف في مكة، غير واحد ألف في عمرة، غير واحد ألف في عرفة، واحد ألف في رمضان غير واحد ألف في شعبان. يبقى إذن الكلمة هتتفاوت حسب المكان والزمان والحالة اللي انت قلتها فيها والخشوع والتدبر. كذلك الكلمة من القرآن الحرف في القرآن 10 حسنات إلى 700 ضعف. طب الأضعاف دي جاية منين؟ من الزمان والمكان والطهارة والخشوع والتدبر، حاجات كتير. يبقى إذن ممكن العمل نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر أن يكون يعني الرجلين في الصلاة وما بينهما كما بين السماء والأرض، وقال يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له إلا عشرها ثمنها سبعها نصفها ثلثها. يبقى في واحد طلع من الصلاة خد الأجر كامل، في واحد طلع من الصلاة خد نص الأجر، في واحد طلع من الصلاة خد عش الأجر. يبقى الصلاة دي لما تتجسد يوم القيامة تبقى الأجساد دي مختلفة، مش كده؟ يبقى أنت الصلاة بتاعتك مثلا وزنها معين قد كده، في واحد تاني نفس الصلاة جاي وزنها قد كده. لذلك ما تعجبش من قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ إيه؟ مد أحدهم ولا نصيفة، لأن أنت وزن عملك حتى لو كان جبل أحد ولا حاجة بالنسبة لوزن عمل الصحابي لو عمل أي حاجة. ليه؟ لأن رغم أن العمل بتاعك شكله أكبر من عمل الصحابي، لكن الحقيقة أنه خد ثواب أكتر منك رغم أن عمله شكله أصغر، شكله أصغر لكن في الثواب أكتر. ليه؟ لأن الصحابي كان القلب هنا حاجة تانية، هو بيعمل عمل غير قلبك. ثم إن أثر المد ده في الإسلام أعظم من أثر جبل أحد بعد كده، إن الإسلام اتبنى على الحياة الصغيرة ديت. المهم يعني أنا عايز أوصل لإيه؟ أوصل لإن الأعمال لها أحجام يوم القيامة، أجسام. الجسم ده ليه وزن، والوزن ده بيتفاوت حسب الأجر، ده بيخليك يترتب عليه عمل. أخوانا احنا مش ندرس الحاجات دي عشان إيه نبقى فحافظين وخلاص، انك انت بتتخيل كل كلمة بتقولها كل عمل بتعمله دي من ثمرات الإيمان، انه يتحول يوم القيامة الى شيء ليه وزن، وانت الان بتتقله او بتخففه حسب حضور قلبك وحسب يعني اخلاصك وحسب النوايا اللي اجتمعت في قلبك مع العمل دوت.
فاقعد استشعر كده الموضوع ده، انك انت يوم ما بتسبح تسبيحه انت بترميها في الميزان، عايزها قد ايه. يوم ما بتصلي صلاه انت بترميها في الميزان، عايزها قد ايه. هتلاقي نفسك لما تؤمن بالموضوع ده بتتفاعل معاه، بتبقى حريص ان انت ما تحطش حاجه خفيفه. خساره انت كده كده صليت، كده كده قريت قران، طب ليه اقدمه خفيف؟ طب ما تقله. تدبر بخشوع بتركيز باخلاص بتعدد نوايا. يبقى اول حاجه بنفهمها ان اللي بيتوزن الايه؟ العمل نفسه. بيبقى ليه اجسام ليها وزن. نمره اثنين اللي بيوزن صحيفه العمل، الصحف التي كتبت فيها الاعمال، سواء الاعمال الخير او الشر. الاعمال الشر بتوضع في ميزان في الكفه دي، والاعمال الخير توضع في الكفه الثانيه. ودل على ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا ياتي يوم القيامه، ان رجلا ياتي يوم القيامه على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ذنوب. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ يعني في عذر للسيئات دي أو حسنة ما خدتهاش لسه؟ فيقول: لا يا رب. هو من شدة الذهول مش فاكر حاجة، لما شاف المنظر 99 سجل ذنوب اتذهل، حتى مش فاكر عذر ولا فاكر حسنة ولا فاكر حاجة. هو متأكد انه ما اتظلمش، بتعامل ربنا اكيد ما اتظلمتش، حتى لو انا ناسي ولا فاكر اكيد انا ما اتظلمتش معاك. فيقول: لا يا رب. فيقال له: بلى، ان لك عندنا حسنة واحدة هي اللي ناقص، ولا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة، بطاقة صغيرة كده مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: فيا ربي ما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة، ده دليل ميزان لإيه؟ كفتين أهو. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. طبعا ده دليل ان وزن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند الرجل ده عالي قوي. لو الحديث ده ببساطة، لو أي مسلم لو شاف الحديث ده يقول لك: طب ما خلاص هنعمل اللي نعمله كده كده هنموت مسلمين وخلاص، التوحيد يطيح بالسجلات. لا، احنا قلنا ان مش كل العمل زي بعضه، التوحيد عندك مش زي التوحيد عند الراجل دوت. وزن التوحيد عنده كان عالي قوي قوي. الراجل ده كان بيعمل اخطاء بس كان في قلبه توحيد وعقيده قويه جدا مات عليها. وكانت الذنوب دي قبل كده كان عقيدته ضعيفه شويه في الاول، عمل ذنوب قبل ما يموت، كان صحح عقيدته وقوى نفسه ايمانيا ومات على كده. فقبل ما يموت كانت العقيدة عليت قوي عنده، فبقى ليها وزن عالي. وفي نفس الوقت الذنوب اتحسبت خلاص في يوم القيامة، لقى الذنوب اللي هي كانت أيام ضعف الإيمان، وبعد كده لقى وزن العقيدة اللي مات عليها بقى. فلا إله إلا الله دي عنده كانت تقيلة قوي، مش ضروري كل مسلم يحصل له كده، لأن مش كل مسلم عنده قوة في العقيدة وقوة في الشهادتين زي الراجل دوت. الإنسان ما يركنش قوي للحديث ده ويريح عليه قوي، ان ممكن يبقى انت معاك نفس البطاقه وما تطيحش السجلات ولا حاجه. فالواجب على الانسان ان هو يتقي الله ويتجنب المعاصي قدر ما يستطيع، ويحاول ان هو يصحح العقيده قدر ما يستطيع، لان فعلا اثقل شيء في الميزان العقيده، العقيده الصحيحه. فكلما صحت عقيدتك كان انجى ليك يوم القيامه، ان ربنا ممكن يتجاوز عن اي شيء الا العقيده. الا العقيده، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ده ملوش حل، ملوش حل يوم القيامة. يبقى دوت الصحف، صحيفة العمل النفسية بتوزن. ايه اللي كمان بيوزن؟ العامل بقى، بيقول لك العامل نفسه بيوزن. دل على ذلك حديث ابن مسعود اللي ذكرته لكم، ودل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. لأن وزن الراجل هنا مش بكمية اللحم اللي فيه ولا كمية العظم، إنما بقدره عند الله.
فيأتي يوم القيامة رجل السمين العظيم لا يجن عند الله جناح بعوضة. ويأتي ابن مسعود سقي بس مثل جبل أحد. يبقى ده دل إن إيه؟ وقال سبحانه وتعالى وفلا نقيم لهم يوم القيامة إيه؟ وزنا. لوش وزن يوم القيامة ولا ليه قيمة عند الله. قيمتك عند الله بقدر عملك الصالح وبقدر ما في قلبك وعقلك وصدرك من الآيات والأحاديث والعمل والتدبر وغير ذلك. المهم يبقى ده الراجح إن الثلاثة دول بيتوزنوا تمام. بعد كده بيقول لنا الشفاعة. احنا كده خدنا الميزان ينتقل بينا إلى الشفاعة. يمكن هنا ما ذكرش تطاير الصحف لكن أنا نؤمن بذلك، نؤمن بتطاير الكتب أو تطاير الصحف، ودل على ذلك الآيات والأحاديث من قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فدلت الآيات على أن هناك كتب تتطير. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيؤتى الناس يوم القيامة تتطير الصحف والناس في خوف هيجي لك الكتاب فين. إذا أتى إلى اليمين فأبشر بالرضوان وإذا أتى في الشمال فعياذا بالله تعالى دليل على الغضب والسخط واستحقاق العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هو يؤتى بشماله ويؤتى في نفس الوقت وراء ظهره. الآية قالت من أوتي كتابه بشماله، الثانية قالت أوتي كتابه وراء ظهره، لأن الطبيعي الفاجر والمنافق وغير كده من كتر خوفه أن الكتاب يجيله بالشمال مخبي إيده وراء ظهره، ان هو خايف الكتاب يجيله فعايز عايز ايده تختفي نفسها عشان ما يبقاش فيه اختيار غير الايد اليمين. فالكتاب لو جاله هيجيله في الشمال وهيجيله ورا ظهره لان هو اصلا حاطط ايده ورا ظهره من الخوف. واما المؤمن فياتيه الكتاب في اليمين فيستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد كده هنا بيقول لنا الشفاعه. طبعا الشفاعه ليس لها مكان محدد لان الشفاعه مش حاجه واحده، دي شفاعات، في شفاعة في الأول وفي شفاعة في الآخر وفي شفاعة حياتي أنواع الشفاعة. لذلك هو حطها في النص كده يعني إن الشفاعة دي مش مشهد واحد، دي مشاهد كتير زي ما حنبين. هو الأول يعني إيه شفاعة؟ كلمة شفاعة من الشفع، الشفع اللي هو ليه؟ حاجة كده إيه زوجي يعني حاجتين يبقى في طرف وطرف آخر فده بيشفع دوت. فالشفاعة هي عبارة عن طرفين شافع ومشفوع فيه، شافع ومشفوع فيه. فلما كانوا اثنين سميت العملية ايه؟ شفع. سميت العملية شفع. والشفاعة هي شيء يقدره الله تعالى ويأذن به لمن يشاء لمن يشاء، يأذن به أن يفعله من يشاء لمن يشاء سبحانه وتعالى. فيأذن في شافع أن يشفع ويأذن في مشفوع أن يشفع فيه، وكل ده بإذن ربنا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويكون دي من أسباب رحمة ربنا بالمشفوع به. تقول لي إيه لازمتها؟ زي ما البعض أنكر الشفاعة للأسف وأنكرها من باب عقلي، يقول لك إيه فايدة الشفاعة يعني؟ طب ما ربنا لو هيرحمه ما يرحمه صح؟ ولو هو من أهل النار يبقى من أهل النار، لو هو من أهل الجنة الشفاعة ما عملتلوش حاجة. نقول له لا، ربنا جعل هناك أسباب، يعني الرحمة دي لها أسباب مش كده؟ زي العمل سبب للرحمة، الشفاعة سبب للرحمة، والشفاعة بتزيد فايدة تانية وهي أن ربنا أراد أن يظهر كرامة بعض عباده يوم القيامة، يظهر قدرهم عندهم، فجعل لهم منزلة عالية قوي وهي منزلة ليه؟ الشفاعة. ده بس مش نجا من النار، لا ده نجا ناس كمان. ده بس مش نجا من النار، ده خفف، ده أدى إلى مش بس ده دخل الجنة في منزلة عالية، لا ده رفع ناس معاه. كل ده بإذن الله. لكن شوف بقى الراجل ده من يعني وضعه يوم القيامة لما الناس تشوفه كده، ده مش بس عدى، لا ده بيعدي ناس معاه. لذلك الشفاعة العظمى هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كل الخلائق تحمده عليه
لأنه لا أحد تجرع على هذا المقام إلا هو عليه الصلاة والسلام. فيعرف الناس قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى لم يخلق خلقا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام. هو الوحيد الذي بعد دعائه أذن الله في الفصل بين العباد، لكن كل ذلك بإذن الله تعالى. فإذن الشفاعة لها فائدتين: الفائدة الأولى إظهار كرامة الشافع أمام الناس وإظهار قدره عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن ربنا جعلها سبب لرحمة المشفوع فيه، وأن ربنا فعلا صح كان هيرحمه، هو قدر لي أنه يرحمه، بس جعل لذلك سبب للرحمة دي. فأصلا هي الشفاعة، قبل الشفاعة ربنا كان رحم المشفوع فيه ده خلاص وراضي عنه، بس جعل سبب لكده، خلى السبب ده قدام الناس يبقى هو ده السبب في ان انا رحمته. لكن هو هل راضي عنه قبل ذلك؟ نعم راضي عنه قبل ذلك، لان الشفاعة لا تتم الا بشرطين اساسيين. الشرط الاول ان ربنا يأذن للشافع ان يشفع، الشرط الثاني ان هو يكون راضي عن المشفوع فيه، والا فاذا لم يرضى عن المشفوع فيه فلا يمكن ان يأذن لاحد ان يشفع فيه، مش كده؟ قال الكفار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مش كده؟ قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فربنا هو اللي بيأذن، هو اللي بيحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى في شرطين للشفاعة: الشرط الأول أن ربنا يأذن للشافع، الشرط الثاني أن ربنا يرضى عن المشفوع. وربنا جمع الشرطين دول في قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله لمن يشاء الشافع ويرضى عن المشفوع فيه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. أدي الإذن. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فدل ذلك أن ربنا لازم يكون راضي عن المشفوع فيه وقدر له أنه هيرحم، وبعد كده يأذن في عملية الشفاعة دي أن تتم، فتظهر كرامة الشافع وتظهر رحمة الله بالمشفوع، وأن ربنا إزاي وفر له أسباب علشان يترحم بها. يعني كأن المعنى أنت عملك بكل اللي عندك كانش يطلعك، فأنا رحمتك من عندي وخليت لك سبب خارج عنك. لأن البعض يقول لك مثلا: طب هو الشافع ده المشفوع عمل ايه؟ يعني الشافع ده عمله لنفسه، صح؟ الشافع عمله لنفسه، ليه ينفع غيره بالعمل دوت؟ وهنقول هي دي بقى ايه، شيل الشفاعة خالص. دلوقتي ربنا رحم عبد من عنده سبحانه وتعالى، تقدر تتكلم؟ لا، هو رحمه من عنده خلاص، كل عمله بكل اللي جابه ما يكفيش، فربنا رحمه من عنده خلاص وخلاه يعد. اعتبر دي زيها، ان هو كان هيرحمه كده كده، بس جعل ده سبب ان هو يرحمه الرحمه الزائده ديت، ان حصل عمليه الايه الشفاعه ديت. فما تجيش تقول لي ما مفترض كل واحد ليه عمله. طب هو الشافع ليه دي ينفع غيره؟ هو غيره ده عمل ايه دخله بعمل الشافع؟ تقول هذه رحمه من الله اصلا، مش استحقاق عشان تقول لي ازاي يستفيد من عمل الشافع. هو مش مستحق لكده، مش استحقاق هي ولا حاجة جايبها معايا، دي رحمة من ربنا. يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لكي يرحم من يشاء جل في علاه. فهو قدر أن يكون المشهد ده علشان المشفوع فيه ده يترحم، وبدون الشفاعة كان يرحمه، لكن جعل الشفاعة السبب لذلك ولإظهار كرامة الإيه؟ الشافع. يبقى عندنا شرطين للشفاعة: أول حاجة ربنا يأذن للشافع، الشرط الثاني ربنا يكون راضي عن المشفوع فيه. طيب، ما هي أنواع الشفاعة؟ أنواع الشفاعة كثيرة، منها شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها شفاعات هي للنبي عليه الصلاة والسلام وللأنبياء، ومنها شفاعات يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمؤمنون. شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم أربعة خاصة بي. أما الأولى فهي الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لفض الموقف يوم القيامة.
ودي أخطر أنواع الشفاعة، لأن هذه الشفاعة لواحد فقط عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة بعد الناس 50,000 سنة قد بلغ بهم التعب منتهى، حتى أن أحدهم يتمنى لو ينفض الموقف ولو إلى النار من شدة التعب، ولا يدري أن النار أسوأ بكثير مما هو فيه، لكن طبيعة الإنسان بيعتقد أن اللي جاي دايما أسهل يعني. فيأتوني إلى الأنبياء، يأتوني إلى آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وكذا وكذا، يقول اذهبوا إلى غيري. يأتوني إلى نوح، أنت أول الرسل، أنت كذا وكذا، اذهبوا إلى غيري. يأتوني إلى إبراهيم عليه السلام، يأتون إلى موسى عليه السلام، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام، كلهم يقول اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب مثله بعده أبدا، ولم يغضب مثله قبله أبدا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. حتى يأتون إلى عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، أنا لها. فهذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم يسجد تحت العرش ويبدأ بقى الثناء والمحامد والدعاء، ما يفتح الله عز وجل عليه بأشياء لم تسمع من قبل، محامد وثناء من أروع ما يكون. ويظل هكذا عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله تعالى. فيأتي الإذن فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنالك أذن له عليه الصلاة والسلام، وهنالك يستطيع أن يتكلم. أما قوله أنا لها، مش أنا لها ويروح يشفع، أنا لها يروح استأذن، وكل ده الناس رايح استأذن مش رايح تشفع، أنا رايح أستأذن. أذن له عليه الصلاة والسلام فيرفع رأسه، هنالك يبدأ فض الموقف ويبدأ الفصل بين العباد، وينصب الميزان ويوضع الميزان وينصب الصراط و ثم يكون للنبي عليه الصلاة والسلام دعوة بعد الموقف ده، ليه دعوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا عليه الصلاة والسلام. فلما يؤذن له صلى الله عليه وسلم في استعمال الدعوة يقول يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا رب أنا الدعوة بتاعتي. كل نبي تعجل الدعوة، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ضيعا، كل نبي تعجل الدعوة بتاعته إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فضل كان ممكن ليه دعوة في الدنيا، كان ممكن يعملها، لكن سابها اليوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، يقول يا ربي أمتي أمتي. فيؤذن له في الشفاعة الثانية يقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. هذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، هناك من أمته من يدخل الجنة بغير حساب، لا حساب لا حساب، فهو الذي يدخلهم عليه الصلاة والسلام. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. عايزين يخشوا باب الأيمن يخشوا، عايزين يخشوا من أي باب يخشوا، هم كده كده على راحتهم، بس هو الباب الأيمن دخلهم منه، هم شركاء الناس في سائر الأبواب. فيدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام. في رحلتي إلى الجنة تأتي الشفاعة الثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام الخاصة به، وهي أصلا فتح باب الجنة، لأن باب الجنة يكون في الأصل مغلق، مغلق غير النار، النار أبوابها مفتحة، أما الجنة فبابها مغلق، ده الأصل. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الأمة، أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه أول الأمة دخولا إلى الجنة كراما للنبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الباب فيطرق الباب، فيقول خازن الجنة من وراء الباب من؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، لو أن أي أحد أطرق الباب ما فتح له كائنا من كان، لكنه لم يؤذن لصاحب الجنة أن يفتح إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فيفتح باب الجنة وتدخل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة الثالثة. الشفاعة الرابعة لي خاصة بي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، أن يخفف عنه فقط لا أن يدخل الجنة. إن الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة،
ومأواه النار، ما يبدل القول لديه، وما أنا بظلام للعبيد. فأشفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب فيخفف فقط عنه من العذاب ويكون أهون أهل النار عذابا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمي أبا طالب في ضحضاح من النار، يعني بركة كده من النار، تغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا من شؤم الشرك، أن أحد لا ينتفع بعمل إن كان مشركا. انظر إلى نصرة أبي طالب للإسلام وللمسلمين، لم ينفعه هذا، ولم يشفع له أن يدخل الجنة لأنه لم يكن مؤمنا. وفيه شرف التوحيد، وأن أعظم شيء يؤتاه عبد التوحيد، التوحيد، لأن به مفتاح النجاة يوم القيامة. المهم، دي شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة به. هناك شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام والرسل مع بعض، وهي الشفاعة على الصراط، لما الناس تمر على الصراط أثناء المرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. الأنبياء واقفين هما بيقولوش غير كده، والناس بتمر اللهم سلم سلم. كلمة سلم سلم دي هتخلي ناس كان المفروض يقعوا ما يقعوش، يعني شوف واحد كان حيقع بسبب الكلمة دي عدى. فدي شفاعة، ان النبي نفسه هو اللي شفع له. كل الانبياء بيقولوا الكلمة دي، ففي ناس كانت تستحق ان تسقط اثناء المرور على الصراط فلا تسقط، فدي شفاعة اثناء المرور على الصراط. طيب، في شفاعة بعد كده بقى، دي الشفاعة دي يشترك فيها الانبياء والصالحون، وهي الشفاعة في اخراج قوم من النار بعد ما دخلوا فيها بالفعل. ناس وقعوا فعلا من على الصراط ودخلوا النار فعلا. بعد المشهد ده ما ينتهي، بعد المرور على الصراط، ربنا يأذن في شفاعة أخرى للمؤمنين وللأنبياء، فيقول: ادخلوا النار واخرجوا من تعرفون. فيدخلون فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم من آثار السجود، فيقولون: يا رب أخرجنا من نعرف. فيقول: أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فيدخلون ويخرجون خلقا كثيرا. يقول: ادخلوا من كان في قلبي نصف مثقال ذرة من إيمان، أخرجوه. قال: فيخرجون خلقا كثيرا. ثم ده يشترك فيه بقى الأنبياء والصالحون، ثم يقول: يا رب أخرجنا من نعرف، ما يوجد أحد نعرفه خلاص. فيقول الله سبحانه وتعالى: شفع الشافعون، شفع الأنبياء، شفعة الملائكة، شفع المرسلون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض من النار قبضة، فيخرج بها أناس لم يعملوا خيرا قط، ثم يدخلون الجنة، فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. اللهم لك الحمد. هذه شفاعة. طبعا يخرج من النار وقد امتحشوا، كما جاء في الحديث عن اسود من كتر الحريق، احترقوا بالفعل. فيمرون على نهر يسمى نهر الحياة، فيتحولون تحول تام بقى، كل أثار الحريق تذهب عنهم، يدخلون الجنة على هيئة أهل الجنة. ثم بقيت شفاعة أخيرة، وشفاعة داخل الجنة بقى نفسها، داخل الجنة. طب خلاص الناس دخلوا الجنة، لا، في شفاعة جوه، شفاعة جوه في رفع درجات البعض، أن بعض الناس ترتفع درجته. وهذا أيضا للأنبياء، وهذا أيضا للصالحين. وهذا في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، ما أخذناش منهم حاجة من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. جاء في بعض الآثار أن الرجل يقول: يا رب أين أبي وأين أمي، أين فلان وأين فلان، فيقال: إنهم لم يعملوا بعملك. يقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم. فيرفع الأدنى إلى الأعلى، يرفع الأدنى إلى الأعلى. ومن ذلك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام معه في الجنة، رغم أنهم ليسوا في منزلته عليه الصلاة والسلام أبدا. ففيه أن الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء إلى من يشاء سبحانه وتعالى. وفيه بركة صحبة الصالحين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة،
لهم الشفاعة يوم القيامة. هذه أنواع من الشفاعات كلها ثبتت بالأحاديث الصحيحة. بعد كده بيقول لنا الصراط. الصراط ده بقى الصراط ده بعد الايه؟ بعد الميزان وبعد تطاير الكتب، لأن الصراط ده خلاص المشهد اللي يعني خلاص الصراط تحت النار قدام الجنة. الصراط هو الممر إلى الجنة، فهو ممر على جهنم، ممدود على جهنم، يرده الأولون والآخرون، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة. قال جل في علاه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. كيف يحشر الناس؟ أولا الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون الموحدون لله سبحانه وتعالى. طيب ايه فين بقى الكافرون؟ احنا قلنا المشاهد دي خلصت، الميزان والكتب والحاجات ديت. يحصل ايه بعد كده؟ يحصل الناس بقى تبتدي خلاص تنصرف الى جنة او الى نار. اما المؤمنون فلازم عشان يوصلوا للجنة يعدوا على الصراط. طب الكفار؟ الكفار اصلا من الدار للنار زي ما نقول كده، يلقوا في النار كلما القي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. ازاي المشهد ده يحصل؟ المشهد ده يحصل ان الله سبحانه وتعالى اذا كان يوم القيامة يؤذن مؤذن في الناس لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فاللي بيعبد الشمس يمشي وراء الشمس، واللي بيعبد القمر يمشي وراء القمر، واللي بيعبد الأصنام يمشي وراء الأصنام. ثم بعد ذلك تلقى كل هذه الأشياء في جهنم ويلقون وراءه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال سبحانه وتعالى: وجمع الشمس والقمر، يعني يجمعوا يوم القيامة ويلقوا في النار عشان اللي عبدهم يلا وراهم، مش انت تتبعت يوم في الدنيا يلا وراي وراي ورا في الجحيم. وأما الذين عبدوا الصالحين، طيب يحصل ايه بقى؟ عبدوا المسيح أو عبدوا عزير. جاء في بعض الروايات أنهم يتجسد لهم شيطان المسيح في هيئة المسيح فيتبعونه ثم يلقون في الجحيم. والذين عبدوا عزير على نفس الحالة، يتجسد لهم عزير في هيئة في شيطان في هيئة عزير ثم يتبعونه ثم يلقون جميعا في الجحيم. وهكذا كل أمة كانت تعبد غير الله تبتدي تباعا تلقى في الجحيم. كل ده قبل الصراط. يبقى الموحدون فقط، يبقى الموحد الذي كان يعبد الله في الظاهر. ودول قسمين: الموحدون اللي هم أهل الإسلام، وأهل الإسلام مش مقصود بأمة النبي عليه الصلاة والسلام بس، أتباع الأنبياء بقى كلهم، أمة موسى اللي آمنت بيه فعلا، أمة عيسى اللي آمنت بيه فعلا زمان عيسى يعني، كل المؤمنون. ويبقى معهم المنافقون، لأن دول كانوا في الظاهر ما بيعبدوش إلا الله. يبتدي بقى مرحلة جديدة، مرحلة أن ربنا سبحانه وتعالى يميزهم. يميزهم إزاي؟ بالكشف عن الساق. يأتي إليهم فيقول لهم: هل لكم، هل بينكم وبين ربكم علامة تعرفونها؟ قالوا: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فلا يبقى مؤمن كان يسجد لله في الدنيا إلا يسجد حينها. وأما المنافق فيهم أن يسجد فيجد ظهره طبقا واحدا فلا يستطيع السجود. وذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يتميز المؤمن عن المنافق. وبعد كده يأتي التمييز الأكثر، أن ربنا يجعل هناك ظلام ثم يجعل للمؤمنين نور، ثم يبدأ الحركة ناحية الصراط. وهم رايحين ناحية الصراط يتقدم المؤمنون ويتخلف المنافقون، وبعد كده يضرب بينهم بإيه؟ بصور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. وهنالك يفترق المؤمنون عن المنافقين. خلاص ما فضلش غير مين دلوقتي؟ المؤمنون. الكفار اترموا في النار، المنافقين اتفصلوا دلوقتي هيخشوا النار برضو بس بعد الاستهزاء. طب ما حصلت، ما ترموش ليه مع الكفار؟ لان هم خدعوا ربنا، او خدعوا ربنا، حاولوا ذلك في الدنيا، فربنا ما ألقاهمش في النار على طول. قال: ان المنافقين يخادعون الله وايه؟ خادعهم. لازم المشهد ده يحصل يوم القيامه عشان هم يفضلوا لاخر لحظه فاكرين انهم هيعدوا، وبعد كده يتصدموا الصدمه الضخمه ان انتم مش هتعدوا. تمام. الله يستهزئ بهم يوم القيامة. نعم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الخلاصة بعد كده المؤمنون حيمروا بقى على الصراط بأعمالهم. والصراط كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أدق من الشعر حد من السيف.
طب ليه هو معمول كده؟ عشان حتى العباد يفهموا أنه لا يمر عليه بالحول ولا بالطول ولا بالقوة، لأن لا يوجد أحد من خلق الله يستطيع أن يمر على شيء بهذه الطريقة، أحد من السيف ودق من الشعر، إذن لا يمكن أن يمر عليه بالمهارة، إنما المرور عليه فقط بالأعمال، بالأعمال. فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، برق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي طارة ويقع طارة وتلفح النار طارة، ومنهم من يقع في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني اتبهدل على ما وصل، بس وصل، مخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في نار جهنم عياذا بالله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ودعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. يبقى يمر المؤمنون فقط أفسر. طب ما قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ فسر الورود لأن ربنا قال إن منكم لازم كل واحد يعدي عليها. طب المنافقين والكفار خلاص دخلوها كده كده، طب مؤمنين ده فين في قالوا الورود هنا هو المرور عليها، المرور عليها، لأن الورود يأتي في اللغة بمعنيين، إما الدخول أو المرور. قال سبحانه وتعالى عن موسى ولما ورد ماء مدين، هو دخل في المية ولا عد عليها؟ عد عليها. فإذن الورود يأتي بمعنى ليه؟ المرور. فقوله تعالى منكم إلا واردها، يعني مفيش حد إلا هيعدي عليها، عشان كده قال كان على ربك حتما قضي ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها إيه؟ جثية. فده معنى الورود، وده ما يتعارضش مع ليه؟ مع الحديث اللي احنا ذكرناها. في كلام قيم قوي للإمام القرطبي برضو، يعني عشان نحول العقيدة أخواننا ليه؟ تفاعل إيماني. القرطبي يقول لك تخيل الوضع عامل ازاي على الصراط، يقول تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على هذا الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض، فكيف بالمرور على الصراط؟ فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته، فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثانية، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. ثم قال فتوهم نفسك أخي إن صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لظى سعيرها وعلى لهيبها، وأنت تمشي أحيانا وتزحف أحيانا، ثم أنشد يقول أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من كبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وقال آخر إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل العويل. فنسأل الله السلام والعافية، ونسأله أن يمرنا بسلام على الصراط. أخيرا الإيمان بالجنة والنار. طبعا الإيمان بالجنة والنار احنا نقول في مسائل سريعة مش هنتطرق إلى الوصف طبعا، وإلا فدي قضية تانية، لكن الإيمان بالجنة والنار في عدة أمور كده لازم تثبتها عندما تؤمن بالجنة والنار. أولا أن تؤمن أن الجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله تعالى، وأنها في العلو في السماء فوق السماء السابعة في عليين، ودل على ذلك قوله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام الفردوس الأعلى أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. دل ذلك أن الجنة فين؟ في العلو فوق السماء السابعة ودون عرش الرحمن، يعني هي فوق السماء ودون عرش الرحمن، ده مكانها. وأما النار فهي في أسفل سافلين. والجنة هنا يقول هي 100 درجة، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وأعلى الجنة الفردوس الأعلى فوق عرش الرحمن كما ذكرت لكم. وأبواب الجنة 8، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة 8 أبواب، وقد أعد الله لأهل الجنة من النعيم
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين نفاقا اعتقاديا، ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مألوهم إلى الجنة. يبقى النار مين اللي بيخشها؟ المنافق نفاق اعتقادي اللي هو بيبطن الكفر ويظهر الإيمان، مش اللي هو إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف، لا ده اسمه منافق نفاق عملي شبه المنافقين بس هو مش منافق. المنافق منافق اعتقادي لو بيبطن الكفر، المنافق اعتقادي والكافر دول بيدخلوا النار بخروج من أبدا. أما العاصي الذي قدر الله عليه العقوبة فيدخل النار ثم مآله إلى الجنة. نؤمن بذلك، لا يمكن لأحد مات على التوحيد أن يخلد في النار أبدا، لا يمكن ذلك، لا يسوي ربنا فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وموضع النار في الأرض السفلى، والنار دركات زي ما الجنة دركات، النار إيه؟ دركات بعضها أسفل من بعض، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما عدد أبواب النار فهي سبعة، قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. من المهم أن تعتقد أمور، أول حاجة تعتقد أن النعيم والعذاب في النار نعيم حسي ومعنوي وليس محس نعيما معنويا فقط، لأن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد جدا عند البعض المبتدعة، هو اعتقاد النصارى في الجنة والنار. لا يقولون أن الجنة فيها نعيم حسي ولا النار فيها عذاب حسي، إنما كل الموضوع معنوي، يعني لأنهم بيعتقدوا أن العذاب والنعيم على الأرواح فقط وليس على الأبدان، إنما هو نعيم أرواح وعذاب أرواح. فلذلك بيقولوا أن النعيم حسي، النعيم الحسي والعذاب الحسي ده مش موجود، وأن الكلام ده كلام بس اللي ربنا قاله هو كلام كده تشويقي كده بس، زي ما تقول لسه ابنك مثلا إيه لو عملت حاجة إيه هحرقك بالنار، أنت مش هتحرقه فعلا بس أنت قصدك يعني إيه هعاقبك يعني. فبيقولوا أن كل كلام ربنا ده كان مجازات تدل على إيه إن في حاجة حلوة هتحصل وحاجة وحشة هتحصل بس، وهذا كلام تخريف بلا شك. وإلا فنحن نعتقد أن الجنة فيها نعيم حسي والنار فيها عذاب حسي. وربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والجلود دي صفة للبدن ولا للروح؟ البدن. فهو عذاب حسي حقيقي على الايه؟ على الأبدان. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وربنا ذكر تفاصيل دقيقة جدا للنعيم الحسي، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، لحم طير ما يشتهون، حور عين. كل دوت ما معناه إذا لم يكن في الجنة نعيم حسي؟ فالنعيم في الجنة حسي ومعنوي، والعذاب في النار حسي ومعنوي. الاعتقاد الثاني أن تعتقد أن الجنة والنار اتخلقوا خلاص، هم موجودين الآن. قال تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين. وثبت النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، مش كده؟ ثبت ده في الأحاديث، دخل الجنة قال دخلت الجنة ورأيت فيها دارا عجبته جدا الدار فتمنيت أن تكون لي، فقلت لمن هذه الدار؟ قيل لعمر ابن الخطاب، قيل لفتى من قريش قال فظننت أنه أنا، قيل لعمر ابن الخطاب قال فرأيت جارية تسقي الماء فغضضت بصري عنها لما ذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام دخل لي دخل الجنة، وفي صلاة الكسوف المشهورة عرضت عليه الجنة والنار، وعرض عليه أن يقطف قطفا من عنب من الجنة، قال لو قطفت منه لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. وعرض عليه النار قال فرأيت صاحب محجن اللي كان بيسرق الناس في الحج، رأيت يجر قصبه في النار، ورأيت المرأة التي قتلت الهرة رأيتها في النار. إذن الجنة والنار موجودين الآن، موجودين الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف أرواح الشهداء أنها تسرح في الجنة حيث شاءت. اعتقاد أن الجنة دائمة لا تفنى، وأن النار دائمة لا تفنى. الجنة دائمة لا تفنى، خالدين فيها أبدا، كذلك ربنا قال على النار خالدين فيها أبدا. وقال جل في علاه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، قال كلما خبت زدناهم سعيرا، لا يفتر عنهم من عذابها. فدل ذلك إن النار ما بتفناش والجنة ما بتفناش، وأهل الجنة ما بيطلعوش منها وأهل النار ما بيطلعوش منها، لكن الموحدين اللي دخلوا النار دول اللي بس هيطلعوا منها ويخشوا الجنة، ساعتها لو دخلوا الجنة يفضلوا فيها إلى الأبد. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون، فيقولون هل تعرفون هذا؟
فيقولون نعم الموت، وكلهم قد رآه، ومين ما شافش الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يبقى ديت اللي هي أهم المسائل الذي يؤمن بها في قضية الإيمان بالجنة والنار. كده انتهى قضية الإيمان باليوم الآخر. المرة القادمة بإذن الله تعالى نبدأ في الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانه.